مرحبا. أهلا وسهلا. فيك تعرفنا عن حالك؟ فؤاد الفرحان من السعودية. ليه جيت على ورشة العمل؟ ليه؟ والله يعني هذه فرصة مرة نادرة. ورشة العمل هذه دائما الواحد يتمنى يحضرها، خاصة مع مجموعة رائعة جدا من العالم العربي. احنا متخصصين يمكن شوية في الإدوكيشن تكنولوجي، عندنا رواق التعليم العربي المفتوح. وجدنا انه هنا في انترست في مجالات اهتمامات ثانية مثل اعتقد الصحة. حقيقة مجال جدا مثير، موضوع مثير للاهتمام جدا في العالم العربي، اكبر مشاكل صحية. احنا لنا يومين هنا او ثلاثة نتكلم عن اكبر مشاكل وكيف ممكن التكنولوجيا تساعد في العالم. فكان مجال جديد بالنسبة لي وجدا مثير. وخبرنا شو المنتج اللي اشتغلت عليه؟ اشتغلنا على حاجة اسمها مايكروسكوب المعروف، لكن الديترايز الموضوع. اشتغلنا على 5 حلول، واحدة منها لها علاقة بالدايبيتك مرض السكر، الثانية لها علاقة بالتمويل والفاينانس في قضية التأمينات التأمين الصحي، وقضية أخرى لها علاقة بالمحتوى العربي بالنسبة للمجال الصحي. هلا بما انه ورشة العمل رح تنتهي، شو استفدت منها؟ شو الاشياء اللي اخذتها منها؟ يمكن اكبر شيء طبعا بالاضافه الى لقاء ناس رائعين كان المنهجية في التفكير، منهجية تحويل الافكار الى منتجات، نوعا ما كانت متميزة جدا، اعتقد استفدت كثير. شكرا لك. اهلا وسهلا.